ما هو تفسير رؤية الثلج في المنام؟ تفسير الثلج في الحلم قد يدل على الحوادث والأسقام والمصائب التي تحدث في المكان الذي وجد فيه الثلج. ومن حلم بأنه يوجد في عاصفة ثلجية فهذا يعني أنه سيفشل في تحقيق أمر حلم به. وإذا أكلت ثلج في الحلم فهذا ينذر إلى أنك ستخفق في تحقيق حلمك. وتدل رؤية الثلج في الحلم على المزيد من التفسيرات. في البداية عندما تحلم أنك تمشي على الثلج يدل على عدم الشعور بالأمان في علاقتك مع شخص ما في حياتك. وعندما تحلم بأنك تقف على الثلج حافي القدمين وبالتالي فإن قدميك باردة للغاية يشير إلى أنك قمت بالاشتراك في نشاط ما مؤخرا وترغب في الانسحاب منه. ويذكر النابلسي حول تفسير رؤية الثلج في الحلم بأنها تدل على الرزق والفوائد، وأنه من رأى أن الثلج نزل من السماء وانتشر على الأرض، وإذا كان ذلك في أماكن الزرع وأوقات نفعه، دل ذلك على كثرة بركة الأرض، ومن رأى أنه نائم على الثلج فهذا عذاب له، أو رأى أنه أصابه برد الثلج في الشتاء أو الصيف فهذا يشير إلى حالة الفقر. وربما دل الثلج النار على الألفة لأن النار لا تذيب الثلج والثلج لا يطفئ النار، فإن رؤية الثلج في أوانه كان دليلا على ذهاب الهموم والغموم وإرغام الأعداء والحساد، وإن ظهر في غير أوانه كان دليلا على الأمراض الباردة. وربما دل الثلج على تعطيل الأسفار وتعذر أرباح البريد وشبههم. والثلج الغالب تعذيب السلطان رعيته وأخذ أموالهم وجفاؤه لهم وقبح كلامه لقوله تعالى: فأنزلنا عليهم رجزا من السماء قيل ثلجا، فإن كان الثلج قليلا وكان في البلد ينفع أهله فإنه خصب. ومن رأى أن الثلج يقع عليه سافر سفرا بعيدا وربما كان فيه مضرة. ومن رأى في بلدا ثلجا كثيرا في غير حينه أصاب تلك الناحية عذاب من السلطان أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى أو فتنة تقع بينهم. ومن رأى الثلج يدل على سنة قحط، ومن سقط عليه الثلج فإن عدوه ينال منه. وربما دل الثلج الكثير على أمراض عامة كالجذر والوباء، وربما دل على الحرب والجراد، وربما دل على الخصب والغنى. ومن رأى الثلج نزل من السماء وعم في الأرض فإن كان ذلك في أماكن الزرع وأوقات نفعه دل على كثرة النور وبركات الأرض وكثرة الخصب حتى يملأت تلك الأماكن بالطعام والنبات كامتلائها بالثلج. وأما إن كان ذلك بها في أوقات لا تنتفع به الأرض في نباتها فإن ذلك دليل على جور السلطان وسعي أصحاب العشور.